تعالوا نسمع انطباع بقى الجهاز الفني عن المجموعة وأسباب اختيار التواجد في المجموعة الثانية مع كابتن هاني الفخراني مع الزميل إبراهيم عمر. إبراهيم تحياتي إليك، تحياتي ليك، إليك الكلمة، تفضل. بجد تحية ليك زميل العزيز أيمن مصطفى ولكل مشاهدي أون تايم سبورتس كل مكان عقب إقراء القرعة. سعدني وشرفني يكون معايا كابتن هاني الفخراني المدرب العام منتخبنا الوطني. كابتن هاني في البداية برحب بيك على شاشة أون تايم سبورتس. مجموعة سهلة ولا صعبة كابتن؟ الاول برحب بالمشاهدين وبشكركم على التغطيه المتميزه دايما من اون سبورت. بالنسبه للقرعه الحمد لله هي مقبوله جدا بالنسبه لنا، وزي ما الناس عارفه، الناس المشاهدين عارفين ان احنا حامل لقب اخر نسختين، ان شاء الله بنتطلع للنسخه الثالثه على التوالي باذن الله. طبعا في بطوله افريقيا احنا في الهاندبول تقريبا بتبقى المجموعه في الاول بتبقى تدريجيه لحد ما نوصل للادوار بقى المتقدمه، الكوارتر فاينل والسيمي فاينل وكده. احنا معانا في المجموعه الكاميرون وغينيا وكونغو، هنبدا واحده واحده ان شاء الله بالمباريات تدريجيا. بعد كده احنا المجموعه المقابله لينا مجموعه اللي بتضم تونس وانجولا ونيجيريا وكينيا، بيبدا بقى من دور الثمانيه ان شاء الله. احنا بناخد البطوله دور وان شاء الله باذن الله. احنا طبعا بتطلع طبعا البطوله مؤهله للاولمبياد، هدف كبير طبعا بالنسبه لنا. احنا ان شاء الله عندنا هدف اكبر واخدين البطوله ان شاء الله، تبقى الاول نطمن ان احنا في الاولمبياد باذن الله، وبعد كده هتبقى خطوه في الاعداد بعد كده للاولمبياد باذن الله. كابتن هاني انتوا بادئين الاعداد جامد شويه، او بادئين واخدين السلم من فوق مش واخدين السلم من تحت لفوق. يمكن مباراتين المانيا والمستوى اللي شفناه مستوى كبير لمنتخب كره اليد لينا. هو احنا البروجرام ده اول ما خوان كارلوس باستور المدير الفني اول ما وصل مصر، هو ده البرنامج ده احنا حطيناه. زي ما قلت لك احنا حاطين بروجرام لحد الاولمبياد باذن الله، فكان دي كانت فرصه كويسه ان احنا نحافظ. كان بقالنا فتره ما لعبناش في الليفل ده، ان احنا نشوف نفسنا في احنا في الليفل ده موجودين فين دلوقتي، فكانت فرصه كويسه. احنا يمكن صادفنا سوء حظ شويه في بعض الاصابات، عندنا لعيبه مهمه كانت مصابه، يحيى خالد وحسن قداح ودودو مؤخرا وممدوح هاشم ما كانش موجود معانا برده الاصابه، ومش عايز انسى حد، وبكار كان مصاب، حميد تقريبا 7 لعيبه. كانت فرصه كويسه جدا ان احنا نشوف لعيبه كانت بقالها كتير موجوده معانا محتاجه الفرصه، وكانت فعلا ظهروا بمستوى طيب جدا بالنسبه لنا. واحنا الفتره دي احنا بنحاول نعد اكبر عدد متاح، لان دايما انت عارف في الليفل العالي لازم يبقى عندك اكبر عدد جاهز من اللعيبه، عشان لما توصل لادوار متقدمه تقدر توصل ان شاء الله لحاجه كبيره باذن الله. يعني بالتوفيق يا كابتن، وان شاء الله يعني كل لقائنا الجاي ان شاء الله واحنا واخدين البطوله حد جاب في سيرتك واحنا على الهوا ولا ايه؟ لا كده حبيبي، انا بشكركم وبوعد الجماهير باذن الله ان احنا كالعاده ان احنا نوصل لاكثر حته نقدر باذن الله نوصل لها باذن الله. انا بشكرك، بالتوفيق. شكرا جدا، شكرا. زميل العزيز ايمن مصطفى، ده كان لقائنا مع كابتن هاني الفخراني مدرب عام منتخبنا الوطني لكره اليد، وكلمه تعود اليك.